بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده، معانا جهاز أولمبيك إلكتريك، جهاز خلاط ما بيشتغلش، تدوس على الزراير ما بتديش أي حاجة، ما بيتحركش خالص، اللندة ما بتشتغلش، موصلينه باللندة السيريا مش شغال ولا بيدي أي حاجة. هندوره كده يا جماعة ونفكه. زي ما احنا شايفين ليه أربع، مربوط بأربع مصاريف في كل زاوية اهو. هنحاول نفكه ونشوف من الداخل، ونشوفه من الداخل اهو يا جماعة. الموتور بالأسلاك بتاعته، شلنا الغطا بتاعه اهو يا جماعة. ده سلك المدخل بتاعه لتوصيل الكهرباء، شكله كده مش عارف، عامل زي ما يكون في حاجة أو متصلح قبل كده زي ما احنا شايفين. وطبعا دي ماركة يعني قديمة شوية. طبعا احنا هنحاول نفصل دي السلك، السلكتين بتوع الموتور الحمراء والسودة بتوع السرعات، والطرف الفوقاني ده بتاع الأرضي. هنحاول نفصلهم كده يا جماعة، قصيناهم اهم، الطرفين بتوع السرعات في اول المخدة اللي تحت دي، والطرف التاني اهو اللي هو واصل، اللي هو دلوقتي اللي هو ايوه الاحمر ده، ولا الابيض على الاحمر، ايوه ده الطرف يعني اخر المخدة او اخر الموتور من الناحية التانية. طبعا من ناحيتين، في مخدة هنا ومخدة هنا. اول المخدة اهو يا جماعة، ولا اخرها، وهنا الطرفين التانيين بتوع السرعات الاحمر والاسود. طبعا احنا هنشغله ونشوفه شغال ولا لا، نبقى يعني نفصله عن كل حاجه عشان نعرف هل هو، عشان ما نكملش فيه وفي الاخر يطلع الموتور هو اللي بايظ. فاحنا هنختبر الموتور، نحط له كهرباء على الطرف الفوقاني ده يا جماعه، واي طرف من اطراف السرعات اللي تحت اللي هو الاحمر والاسود. يبقى احنا كده قفلنا الدايره، الدايرة أولها هو من فوق وأخرها في واحدة من السرعات دي أهو كده يا جماعة. وهنجيب السيريال بتاعتنا، السيريال دي 100 واط. هنشوف هيشتغل الموتور ولا لأ. طبعا احنا مش شايف السيريال أمان. طبعا أهو بين أهو الطرف السرعة التاني الأسود أهو يا جماعة، السيريال أهي بتنور أهي، يعني معناه إنه شغال أهو الموتور. يبقى كده الطرف ده شغال او السرعة دي شغال كده، اطمنا على الموتور. مع الطرف الاحمر بقى يا جماعة ايوه لا، طرف السيريال الفيشة بتاعتها فكت. هنرجع تاني نوصلها كويس ايوه كده نورت واشتغلت. مع الطرف الاحمر يا جماعة اللي هو السرعات، والطرف التاني الاسود بتاع السرعات برضو اهو شغال. يبقى كده الموتور بيلف وشغال. يبقى العيب فيه يا جماعة؟ احتمال يكون مثلا في السلك. هنقيس السلك ونشوف فيه ايه، وارد برضو بس ما نستعجلش. طبعا هنجيب اول السلك كده ونشوفه عشان نقدر نوصل ليه كهرباء، ونشوفه واصل بالفيشة اللي بره دي ولا لا. اهو كده دي طرف من اطراف الفيشه اللي بره، ونشوف كده موصل بالطرف الاخضر والازرق ولا لا. دولك الطرفين بتوع الكهرباء اللي جايين من بره، من الكهرباء العموميه. هنشوف اول طرف مع الطرف الازرق، لا واصل. طيب نشوف بقى مع الاخضر، فاضل الاخضر، الاخضر تحت اهو يا جماعه الموجود على اطراف، على طرف من اطراف المكثف ده شغال. يبقى كده يا جماعه السلك بريء والموتور بريء. فاضل قدامنا ايه؟ المفاتيح دي يا جماعة شكلها هي اللي فيها العطل. اهو كده بنوصل وبنشوف، لا وصلت، واصلة الكهرباء اهو على الاخضر، يبقى الاخضر واصلاله والاحمر واصل. دي بقى عايزة ايه يا جماعة؟ تتفك وتتنظف، وبيبقى فيه قذرات زيت قديم، حصل قفلة ولا حاجة
بين اطراف المفاتيح دي بتفصل المفتاح ما بتخلوش يوصل، فيجب طبعا نفكها ننظفها نصنفرها وبعد ونزيتها كمان للحتة اللي هي بيحصل فيها تلامس بينها وبين بعض عشان تبقى الحركة سهلة. وطبعا نشوف الحتة اللي بتوصل الكهرباء النظافة، لان ممكن يكون عليها عايز حاجة مادة عازلة او حصل مثلا زي قفلة كده او شرز بيمنع توصيل المفاتيح دي. هنفك يا جماعة المفاتيح لها ودنين كده شمال ويمين اهو بالطريقة دي، ونفك المفاتيح ونشوفها بقى كويس لان كده راكبة كده احنا مش شايفين حاجة. اهو يا جماعة كده نفك المفاتيح اهي زي ما احنا شايفين يا جماعة، دي اطراف التوصيل بتاع المفاتيح. الحتة اللي تحت دي اما بندوس على المفتاح بتروح ملمسة في الخط بتاع الكهرباء، بتروح شغالة السرعة اللي هي موجودة على الزرار ده اهي. ايوه هي دي يا جماعة، ايوه دي وصل لها كهرباء، وصل لها يعني طرف من اطراف المفتاح بناخد كهرباء، لما بنضغط عليها كده بتوصل بالارضية موجود فيها كهرباء زي شريط موصل، شريط يوصل عليه المفاتيح ديك فتشتغل السرعة اللي هي شغلنا عليها زرارها. طبعا ده مفتاح المفتاح البالس يا جماعة اللي هو بتاع النبضات، يعني بمجرد انك تدوس عليه كده يديك نبضة بس ما يثبتش، تدوس عليه ويفصل تدوس عليه ويفصل. طبعا هنحاول ننظفها ونتأكد، احنا كده بنتأكد يا جماعة من انهي مفتاح اللي بايظ. لا المفتاح فيه مفاتيح بايظة تقريبا كلهم مش موصلين، ده كده لما بنوصل السيريال مع بعض يعني الطرفين بتوع السيريال عشان نتأكد لما تكون فصلت مني ولا حاجة يعني. طبعا كده لازم نغير ننظف المفاتيح، بس عايزين نطمن بقى على الموتور نوصله ونشوفه هيشتغل ولا لأ. هنوصل كده يا جماعة طرف من هناك وطرف من اي من السرعات ديك، وهنوصله برضو بالسيريال. انا كده فاصل السيريال طبعا عشان الكهرباء، طبعا نكون حذرين مع استخدامنا برضو للسيريال، السيريال بتكهرب برضو يا جماعة لان برضو كهرباء كهرباء، اي نعم كهرباء خط واحد بس برضو كهرباء وبتكهرب بتكهرب بسيط طبعا مش زي الكهرباء العادية. اهو يا جماعة الحمد لله هنحط كده الفيشة اهي، السيريال شغال اشتغلت اهي، ايوه اشتغلت اهي يا جماعة، يعني معناها ان الموتور سليم وشغال اهو. يمكن المروحة باينة قدامنا شغالة المروحة اهي، يبقى هو العيب يا جماعة في المفاتيح دي. طبعا دي ليها أيوة ننظف كل القذرات او الصدى او المادة العازلة دي يا جماعة بمادة تنظيف اهي الصنفرة يا جماعة، وننظف النقط اللي هي بتتلامس فيها الاطراف بتاعة المصفوفة المفاتيح دي. هننظف كويس يلا، ايوة كده زرار زرار كده، ومن تحت اللي هي على البوردة والجزء الفوقاني اللي هو بيلمس وبيقوم بعملية التوصيل اهو يا جماعة. والنقطة دي بقى كل نقط التلامس دي كلها لازم تتصنفر وتنضف، والجزء الفوقاني برضو لازم ينضف وما يكونش عليه اي قذرات خالص، وننضف وبعد كده نزيت تزييت كويس النقط اللي هي يا جماعة اللي هي بيجري فيها المفتاح، لو بيتحرك فيها المفتاح دي ممكن تكون القذرات دي بتعوق حركته، فطبعا احنا هنزيد هنديها ايوه اطراف المسطره ديك. وفي مسطره يا جماعه اللي هي يعني هي دي اللي بتشغل لنا المفاتيح، تثبت المفاتيح تحركها يمين وشمال اهي يا جماعه، ايوه دي اللي في النص دي يا جماعه اهي، نديها برضو زيت عشان يمسك عشان يسهل عمليه الحركه اهو يا جماعه. تمام كده اهو، نديها شوية مادة عشان تدوب، يعني ده جاز مثلا على بنزين
عشان تدوب الزيوت. الزيوت ده يا جماعه لازم ندوبها بماده، والجاز بيدوب الزيت. يعني انا مش عارف ايه اللي جاب الزيت هنا اهو، بس هو عشان الصدى ده يا جماعه، وننضف الحتت دي ونجعل الحتت اللي هي بتاعت المسطره حره الحركه علشان ما تعكسنيش وانا بشغل المفاتيح. طبعا جهاز قديم شويه، ويمكن ما اتفتح الزيوت دي فيه من زمن وبتتراكم عليه اهو. ننضف المفاتيح كويس، دي حته قماش قديمه كده عشان ايه نشيل الجلخ. كل ده جلخ زيت يا جماعه، معرفش ايه اللي جاب يعني جاي الزيت. طبعا احنا بندوس على المفتاح عشان عمليه زي ما تقولوا كده تسليك او تنظيف. هو لما بنعمل الحركه دي بينظف الايه المكان اللي بيجري فيه المفتاح مع مع وضع المادة الجاز مثلا او البنزين، ثم نديله ايه ونشيل الحاجات اللي هي ملهاش لازمة ديك، ثم نديه شوية زيت. طبعا الزيت بعيد عن التلامسات يا جماعة، احنا مش احنا بنحط على المسطرة، المسطرة بعيد عن ال عشان برضو ما تراكمش عليها تراب تاني. احنا بس بنسلك حركة، بندي حركة يعني نخلي المسطرة دي حركتها سهلة. ايوه ده البروزات دي يا جماعه بتاعت المفتاح، الاماكن اللي بيجري فيها المفتاح من فوق لتحت عشان نخلي الحركه سهله كده وما تعلقش معانا، او ندوس على مفتاح يثبت ما يطلعش تاني، او يبقى في صعوبه في تنزيل المفتاح كده. الحمد لله اعتقد ده كده ان هو بقى 100 100 والمفتاح اتنظف واشتغل. ان شاء الله يكون اشتغل اهو يا جماعة. هنرجع بقى نوصل اطراف التوصيل او الاسلاك بتاعته، نشيل السيرك ده اللي احنا كنا بنجرب بيه، وكون شغلنا يا جماعة السيرة ده بتاع البالس زي ما قلت، ودي بقية المفاتيح، تلات مفاتيح ومفتاح لنطر المفاتيح. هنشوف بقى اشتغل ولا لا. هندوس على مفتاح مفتاح ونشوفه اشتغل وصل ولا لا. ادي اول مفتاح يا جماعه، ايوه كده اشتغل. نشوف التاني ده مع برضو الكهرباء الرئيسيه اهو اشتغل يا جماعه. التالت هنشوف التاني اشتغل. اه ده بتاع ده اللي ما بيثبتش اللي هو بتاع ايه ده مش هيشتغل غير لما تدوس على الزرار. ده بتاع البالس يا جماعه، ده اللي بتاع البالس، والاولاني ده اللي بيفصل، اللي بيفصل خالص ده ايوه اللي بيدي نبضات بحيث يشغل الموتور على هيئه نبضات. ما تثبتش تشغيل الموتور، يعني يا دوب تشغل وتفصل تشغل وتفصل. طبعا هنرجع نركبه تاني بنفس الطريقه اللي فكيناه بيها. في هنا يا جماعه زي ما قلنا ودنين، ودن شمال ودن يمين عشان نثبت اطرافه كويس، نجيب مسامره اللي كانت فيه ونركبها. ادي واحد وهنركب التاني كده يا جماعه. بعد كده نوصل الاطراف، واحنا طبعا قصين حته وسايبينها في المفتاح عشان ما ننساش الاطراف. يعني مثلا الاحمر على الشمال والاسود على اليمين، دي معروفه. ده الاسود اهو هيتوصل بالطرف الاسود كده اهو. طبعا اللي ما عندوش قصدير يبقى بالطريقه دي كده، لف سلك على السلك، السلك الاولاني هيشتغل ان شاء الله. برضو هنشيل الحته الحمراء دي ونوصلها بالطرف بتاعها من السرعات. اللي هيوصل له كهرباء يا جماعه من خلال المفتاح الى الطرفين دولك، وعلى حسب السرعه اللي انت عايزها الحمراء او السوداء كده. ركبنا كمان تمام. طبعا اللي على الشمال ده متوصل مع الفرده الحمراء اهو. الطرف ده يا جماعه بقى اللي هو اول الموتور، اللي هو بياخد الكهرباء على طول من ال 220 اهو، هنوصله كده بنفس الطريقة
بدون لحام، وهنحط لها عازل عليها. طبعا العازل مهم عشان ما يلمس في الموتور ولا حاجة، ممكن لو لمس في جسم الموتور يكهرب من فوق مثلا، فكده امان. اهو يا جماعة وصلنا الطرف ده، خلاص كده فاضل الطرف ايه، الطرف التاني. فاضل الطرف نجمع المفاتيح دي يا جماعه بحته السلك اللي هي كانت موجوده فيه، احنا ما اخترعناهاش يعني، هي كان لمين برضو عشان ايه ما يلمسش في حاجه. ايوه كده تمام. تمام كده يا جماعه، ايوه كده. وننزل الاسلاك الزياده دي عشان برضو ما تدخلش في الايه في الموتور، ونجرب كده ونشوف. يا جماعه الحمد لله اشتغل اهو، السيريا نورت مية مية، وان شاء الله نقفله اهو، اشتغلت اهو مية مية يا جماعه، مية مية كده اهو. والحمد لله نقفله ونديه للزبون وشكرا اهو يا جماعه. وهنجربه تاني اهو، اشتغلت السيريال اهي ورف، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.